السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة على قناة المسفوية. يوم نحضر معكم تيفور كاوكاو ساهل وبسيط. في قصرية كندير 125 غرام ديال الزبدة، الزبدة ممتازة. كنحتاج كاس ديال الحليب، جوج البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال النشا، كاس ديال السنيدة دائما عبارة بكاس العنبة، يمكن لك تنقصي السكر، كاس ديال الكاوكاو فول سوداني محمر ومطحون بالقشرة ديالو، خمارة وكاكاو المر. في القصرية كنخدم 125 غرام ديال الزبدة، تكون زبدة سبيسيال. كنضيف عليها كاس ديال السنيدة سكر الخشن، كنخدم السنيدة مزيان مع الزبدة، كنضيف عليهم جوج البيضات، كنتخلص من دوك الحبيبات ديال السنيدة والحبيبات ديال الزبدة. من بعد كنبدا نضيف كاس ديال الحليب، ونضيف لهم كاس ديال الزيت، كاس ديال الكاوكاو فول سوداني محمر ومطحون بالقشرة ديالو، وكنبدا نضيف نشا الذرة كاس، والطحين كنضيفه بشوية بشوية، وخمارة خميرة كيماوية صاشية ديال 7 غرام. كنخلط الخليط يكون مرخوف ما يكونش قاسح، باش منين نخرجه من البوق يجيني ساهل ما يعذبنيش. كنضيف الطحين غير بشوية بشوية باش نعرف القياس اللي هنخلي فيه العجينة. الطحين يكون من نوعية ممتازة. العجينة نقسمها على جوج، ندير النص فيه الكاكاو والنص نخليه عادي. مني كنبدا نحس بالعجينة بدات تجمع ليا صافي كنتوقف، ما كنبقاش نضيف الطحين، نخليها بحال هكا مرخوفة. صافي وكندوز كنقسمها على جوج. كنضيف النص، النصف كنخليه عادي والنصف كنضيف ليه الكاكاو. حتى كنحصل على اللون اللي بغيت كنبدا نضيف الكاكاو بشويه بشويه، وكنحاول ندخل الكاكاو وسط من العجينه حتى كيولي لون العجين اسود. كندوز مباشره ملي كتوجد ليا كندوز كنخرجها من البوق. انا باقا ما حصلش على اللون الاسود اللي بغيت، كنزيد الكاكاو. نحاول ندخل الكاكاو مزيان في العجينة وكندوز كنشكلها. كناخد هاد البوق اللي كيكون سنانو كبار، ماشي هذا اللي كيكون سنانو مجموعين، كناخد هذا اللي سنانو كبار ومتسعين فم الثقبات ديال البوق كتكون متسعة. كناخد العجينة وكنديرها في الجيب الحلواني وكنبدا نخرج فيها بالشكل اللي بغيت. انا اختاريت هذا الشكل هذا. هنايا العجينة مني كنساليها العجينة السوداء كندوز نوجد العجينة البيضاء بنفس الطريقه. انا هاد البتيفور غنزديهم بالشوكولات كحل، لهذا اختاريت هذا الشكل يكون صغير، درته بحجم صغير باش نلاصقهم بالشوكولات.
كنكمل العجينة السوداء وكندوز نوجد العجينة الأخرى. هنا دزت وجدت العجينة البيضاء بنفس الشكل. نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تبان لكم الطريقة اللي بغات دير هذا الشكل. دائما كنبدا من القدام وكنرجع للور. لا بغيتي تلاصقيها بالشوكولاتة كتلاصقيها، بغيتي تحتفظي بها بحال هكا كتحتفظي بها، بغيتي تزديها بالكونفيتير حتى هو يمكن لك تزديها. هنايا قربت الكاميرا باش تبان لكم. الا كانت العجينه مخوفه راه ما كتعذبكمش، يمكن لك تخرجيها بلا جيب حلواني، غير بالبوق بالبوق بالاصبع ديالك يمكن لك تخرجيها. هنا ملي طابو البتي فور كنزدي كل وحده قد الاخرى باش يجوني مزيين. كناخد الشوكولاط كحل كنكون مدوباه، كنلاصق جوج من غضياتهم وكنغطس ليهم داك الرويس ديالهم الاخر في الشوكولاط كحل. كيبقى التزيين حسب الاختيار، يمكن لك تحتفظي بهم بلا شوكولاط غير بحال الكيك الوليدات، يمكن لك دير لهم الشوكولاط. الدراري الصغار كيبغوا الشوكولاط. هنا المذاق ديالهم كيكون فيه كاوكاو، كيكون المذاق ديالهم زوين. صافي كنستمر حتى كنكمل العجينة البيضاء وكندوز نوجد نلاصق العجينة الكحلة، وكنحط في صينية فيها ورق الزبدة حتى كيقصح ليا الشوكولات، وكنقدمها في طبق تقديم. الحليوة ديالنا ملي كطيب كتكون على هذا الشكل. كنلاصق البيضين من عضياتهم ونكحلين من عضياتهم بالشوكولات الاسود، نقدموها لوليداتنا ونقدموها حتى في البوتي بالصحة والراحة. إذا كانت أول مشاهدة لك للقناة ما تنسيش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلك أي جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.